هو فين الباشا عبد الوصول؟ يا عمروتي خميس في سلو بلدنا، اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش ديه. بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح. اوعى تكوني فاكره العيال اللي بره دي هيحميوكي مني ولا الغندوره ابوكي. فوقي لنفسك، انت مرات خميس يا فندينا. وطي صوتك يا خميس. وكتاب الله لولا اني خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدتي من غير لسان. ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك وعرفتك ان خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي؟ اقول لك انت ايه؟ راشد اضرب اضرب كمان يا خميس، وما تخافش على اللي في بطني عشان اللي في بطني خلاص. يعني ايه خلاص؟ نزلته يا افندينا. خميس عدى كل الخطوط الحمراء، هد كل اللي بنيناه عشانه وما سمعش اي نصايح. خميس a dépassé toutes ses limites. Il a refusé nos conseils et il a détruit tout ce qu'on a construit pour lui. C'était toi qui l'as choisi. انت اللي اختارته. كنت فاكره قوي، طلع قوي بس عشان اللي حواليه ضعف. انا بعتذر. Je crois qu'il était plus intelligent, plus fort, mais sa force apparemment venait de la faiblesse de ceux qui sont autour de lui. Je suis désolé. Et le travail? هو الشغل. هنزود كمية ترامادول، السوق عطشان، هيستوعب أي كمية ننزلها. On va augmenter la quantité de tramadol dans le marché a soif et il va absorber toute quantité qu'on va donner. On va bien travailler. Et Afandina? Ouais, Afandina. Finito la musica. Basta la fiesta. Basta la fiesta. Finito Afandina. تمام يا فندم. خير يا اسف، ما دام طلبت تقابلني يبقى عندك جديد. ده حقيقي يا فندم. خير ان شاء الله، اتفضلوا. بصراحه يا فندم انا جاي استاذن سعادتك في انك تصرح لي مجموعه افراد ذات مواصفات خاصه وما يكونوش محروقين بالنسبه لتجار السوق. مواصفات خاصه ازاي يعني؟ يعني مواصفات بدنيه وذهنيه لاقتحام مكان سري. بس ده يا فندم مش بشكل رسمي. ايه الالغاز دي يا اسف؟ ما تتكلم بوضوح. فرصة يا فندم وجات لحد عندنا، واعتقد ان احنا لو استغلناها صح هنقدر نوصل لحيتان السوق اللي مغلبنا بقالهم فترة دول. فرصة ايه دي بقى؟ خلطة موزونة وبكر، بس انا تعجبني الخلطة دي اكتر يا معلم. يا باشا الابيض غالي قوي والفراوله شح على الاخر، ضربنا الخلطه دي عشان نسد بيها البقاء. ضربت الخلطه ولا ضربت فندينا؟ ما هو مستقب معاليك ومضايق على الكل. بس الخلطه دي ما تربيش زبون يا معلم. ليه يا باشا لا مؤاخذه يعني، ما تربيش زبون ليه؟ لان اللي هيدوقها هيزمل المالت في تربته. يا باشا احنا شوف يا معلم، انتوا دخلتوا السكه الصح بس لسه ما خططتوش العتبه، حبه حبه هتخطوا. ايوه يا باشا، يعني حبه حبه لغايه فين؟ في بودره بيور جايه، بس كانت جايه لناس تانيه غيركم، انا هرسي العطا عليكم، بس دي مصلحه بروحين. بروحين؟ يعني ايه بروحين يعني ولا مؤاخذه؟ البودره دي بيور جايه على ابوها مش مخلوطه. نصها هينزل السوق. النص التاني بقى في مكان انا جايبه لسه نوفي من الصين. البودره دي تخش المكان ده تطلع برشام من الناحيه التانيه. نصه هيتطحن والنص التاني يتباع برشام زي ما هو، فهمتوا؟ فهمنا، إلا فهمنا، ده احنا لازم نفهم يا باشا. طب لا مؤاخذة يا باشا، يعني وأفندينا؟ أفندينا مين؟ طيبة مطمئنة ترضى بلقائك وتقنع بقضائك. اللهم اغفر لي ذنوبي
وكفر لي عن سيئاتي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعدين يا براء هتفضل على الحال ده كتير؟ مش شايف ان تصرفاتك بقت غريبه قوي؟ حبستي في البيت ليل ونهار، وكلابك اللي انت طالقهم حوالين البيت، وسهرك كل ليله، ايه؟ الكلاب اللي انا طالقهم دول يا حبيبتي، انا طالقهم علشانك. علشاني انا؟ ايوه، عشان يحموكي. طب ما تقولي كده يا براء، في ايه في دماغك يمكن افيدك؟ يعني انا لو قلت لك يا مطر هتقولي لي الصراحه؟ انت عارفني، رقبتي. رقبتك؟ يا حلاوه رقبتك، يا جمال رقبتك، يا طعامة رقبتك. في ايه يا براء؟ في ايه؟ هتخنقني؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا عايز احضنك عشان ابوسك عشان نبدا الاحتفال. احتفال بايه؟ هو انت ما قلتيش؟ هو انت ما عرفتيش؟ السوق بيشغى مطره، الف من لوطار عند افندينا، وكل حالف يقرا الفاتحه على روحه. مش هو بس، لا، هو وكل اللي اداله تحت جناحه، كلهم يا مطره، كلهم. الوحيدة اني ابقى قريبة منك، منكيش الا وانا شكلي كده. انت ايه اللي وصلك لكل ده؟ رحت ازاي للسكة دي، ولا مين اللي خدك ليها؟ انت. انا؟ خليتنا يأس منك، ووجع اليأس ملوش دواء. انت هتقومي وهتخفي، هتخفي يا فوتنا، لازم تخفي. انا مش عيانة عشان اخف يا خميس، انا غرقانه في بحر غويط طبشت فيه ياما، في الاخر رماني على شط بعيد لا تايله فيه موت من حياه، زي ما عشت عمري كله متشعلق في حبك وانا لا تايله فيه موت ولا حياه. قومي يا فضل، قومي ودوسي على كل ده وشبي على ايدي واشيلك على كتفي زي زمان. قومي يا فضل وخدي كل نفس تطوليه من الدنيا، واعملي كتب لعم زغلول عشان يباع والناس تقراه. شدي عود ام فضل من تاني وردي فيها الروح. قومي يا فضل وذاكري وانجحي، كملي اللي ناقص فيا. انجح؟ ما انا خلاص تعبت، ضاع مستقبلي. الله يجازي اللي كان السبب. انا ماليش دعوه. اوعي يكون لك دعوه، انا خايف عليك من دعوه واحده زي امي، او واحد زي ابوي. بيقولوا دعوه الغلابه مستجابه، يا رب ما تطول.
مؤاخذه يا باشا، الدريان باللي بتعمله ده خميس امانه وبترجع لصاحبها يا حاجه. يلا خميس.